قانون أساسي جديد. قبل ما غادي نعرض عليكم جدول الأعمال، نطلب السعادة عبد الرحيم يقرأ لنا التقرير الأدبي لجهة الطبيعة. بالمقابل فإن عدد جمعيات القنص التابعة للمكتب الجهوي للقنص المذكور والتي قامت بتغيير قانونها الأساسي الأصلي واستبداله بالقانون الأساسي النموذجي قد أصبح إلى كل اليوم 66 جمعية خاصة. القانون الأساسي للجامعة الملك لندن يطلق. ثانياً وبخصوص طوابع الجامعة فإن مجهودات تم بدؤها من قبل المكتب الجهوي مؤازرة من جل رؤساء جمعيات القنص والحراس الجامعيون. أتلو على مسألة إليكم التقرير المالي الذي يوجد إلى منتج جمعية الجهة الضريبية بسليمان. مصاريف مختلفة، رقم واحد تجدون في الخانة جوج ديال مصاريف مختلفة. بالنسبة للمصاريف الأولى مختلفة هي 10,000 درهم إلى 31 مارس 2017. بالنسبة للعملية الثانية هي الرصيد المنقول، يعني اللي كان من شكون اللي كيعارضوا؟ شكون اللي ما كيزودش؟ إذا ما كاينش معارض، ما كاينش ممتنع، وكيصوتوا بالإجماع. شكرا. الرأي صار هو منتخب. كان نهنيو السي حسن الحبادي على انتخابه من الإجماع ديال الجمهور. فعلا تم تجديد الثقة في شخصنا ورجعت يعني كرئيس الفرع الجهوي للجهة الجديدة على حساب تقسيم جديد. أما هذا إلا نعتبروه تكليف ليس تشريف، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويوفق الإخوان اللي معنا في المكتب باش نمشيو قدما بهذا المجال بهذا القطاع إن شاء الله، المستقبل ظاهر إن شاء الله. ويدير يبين كاع الحدود، يبين الوادي، يبين طريق بيست، يبين طريق كبيرة، يبين جميع الأشياء اللي يمكن لها يساعد بها القناص باش يعرف فين خصو يمشي وفين إلى آخره. والحقيقة الحاج حسن الحدادي هو إنسان اللي ناضل كثير في الجامعة، وكيف كتعلموا هو كان رئيس ديال الجهة ديال الدار البيضاء بن سليمان، وكان كذلك في نفس الوقت أمين مال ديال الجامعة، وكان من الناس اللي يعني رفعوا الراية ديال الجامعة الفوق. وهذا بصراحة وكل إخلاص أنه الرجل المناسب في المكان المناسب. السيد أمين مال محمد جمالي. كما تابعت جريدة الجهوية بريس هاد انتخاب ديال المكتب الفرعي اللي هو أصبح بعد ما كان يقتصر على الدار البيضاء بن سليمان، اليوم أصبح المكتب الفرعي توسع في المجال الترابي اللي أصبح تضم الدار البيضاء بن سليمان، سيدي بطاش، برشيد، السطات، جهة عبدة دكولا، وحتى الحدود الجمعة ديال سحيم. فلهذا أنه أصبحت المسؤولية أكثر أكثر. كما تتشوفوا عملية ديال الانتخاب ديال هذا المكتب كانت بواحد الطريقة شفافة وطريقة مسؤولة، وكانت كان الوضوح، والحمد لله هذا راه شرف وهذا تكليف ماشي تشريف. تنتمنى الله بأن نتوفقوا في المهام ديالنا ونزيد واحد المجهود أكثر باش نكونوا في حسن الظن القناصة في هذه الجهات.